السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، اليوم سوف أشرح لكم كيفية الحصول على إنترنت مجاني أو ثغرة الإنترنت المجاني، حيث تصل سرعة التحميل إلى 10 جيجا في الثانية، حيث أن هذا التطبيق مميز جدا، يعطيك إنترنت مجاني أو يمكنك من خلاله تقوية سرعة الإنترنت إذا كنت منشط إنترنت لا محدود أو أي خدمة من الخدمات. فالمطلوب منك هو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وضغط لايك وعمل مشاركة للفيديو. أما إذا كنتم تشاهدون على فيسبوك فتابع الحساب وفعل الجرس وضغط لايك وعمل مشاركة للفيديو في المجموعات، وأيضا تابعوا حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي. سوف أترك لكم رابط التطبيق في الوصف. أولا يجب أن تقوم بتحميل الدرويد بي في إن، فبعد أن تقوم بتحميل هذا هو تطبيق الدرويد بي في إن، أولا نقوم بإنشاء حساب ضغط أكاونت، فمثلا هذا هو حساب القديم، سوف أقوم بإنشاء حساب جديد، أضغط سينك أب فور فري. وبعدها نقوم بإدخال الانتر يوزر نيم اسم المستخدم، فمثلا عباس عوض 01، هنا انتر ايميل، فمثلا الباسورد، هذا هو الباسورد، هنا انتر ايميل، مثلا هذا هو الايميل، فترة التسجيل طوال هي عادية، وبعدها اضغط ساين اب، وبعدها نضغط ساين اب، وبعد ذلك سوف تظهر لك هذا، قال لك ساين اب وتم ارسال رسالة التحقق الى البريد الالكتروني. سوف نذهب إلى البريد جيميل، كما تعلمون أتت الرسالة، هذه هي درويد في بي إن، ننتظر حتى تفتح ونضغط. كذلك بعد ذلك نقوم بتأكيد الحساب، فأنت يمكنك الضغط على الرابط مباشرة، وأنا سوف أقوم بإدخال نص الرابط الذي نسخته، هذا هو، ننتظر حتى يتم. يتم التحقق من الحساب، وبعدها سوف تظهر لي رسالة هكذا، ضغط ماي أكاونت. أما الآن نسخة إلى الدرايف في بي إن، ونقوم بإدخال حساب نفس الاسم، يوزر نيم، نقوم بإدخال شنو هذا لو سابا، وانتظر حتى يتم الاتصال. ده حبس. وبعدها يجب ان ننتظر حتى يظهر المفتاح. أما الآن يمكنك التمتع بإنترنت لا محدود، حيث سرعة الإنترنت تصل إلى 20 جيجا في الثانية. أيضا هذه التطبيقات تقوم يمكنك استخدامها في الحصول على إنترنت مجاني. أما الآن سوف أترك لكم رابط تحميل التطبيق في الوصف.
لا تنسوا إذا عجبكم الفيديو الاشتراك في القناة بزر الجرس وضغط لايك وعمل مشاركة للفيديو، وأيضا تابعوا أيضا إذا كنتم تشاهدون على فيسبوك فتابع الحساب وفعل الجرس وضغط لايك وعمل مشاركة للفيديو، وأيضا تابعوا حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وشكرا على المشاهدة.